هسه راح اجي استخدم الهيدجان مع الشافطة. الشافطة ضروري جدا، هاي الشافطة تشوفوا امامكم ضروري جدا انه تكون حضرتها بهذه الطريقة. راح احاول ادوب هذه القطعة اللي امامكم. بمجرد انه بدا يذوب مباشرة اسحب الصولدر. تشوفون كيف سقط هذا الصولدر اللي امامكم، كيف سقط. استمر ايضا شوفوا هاي القطعة اللي تشوفوها أمامكم نوعا ما انشال من عدها. تلاحظون هاي القطعة اللي هي هذي، إذا هسه أبدي أحركها شوية هي ساخنة. اها انشلعت القطعة الكترونية مثل ما تشوفون امامكم. هذه القطعة انشلعت وهذا المكان خاص بها وقفارض، واقدر استخدم اي قطعة اخرى على مود اصلحها.